أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي يقول لن نسمح بتكوين حكومة حرب في بورسودان، ويعتبرها خطوة لتقسيم السودان، ويهدد بتشكيل سلطة مدنية بمناطق سيطرته حال إعلان البرهان عن حكومته. إن إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان واستمرار البرهان في محاولاته لادعاء شرعية زائفة سيؤدي لتقسيم السودان. إن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتوحيد السودان، ولذلك علينا عدم السماح بتكوين حكومة حرب في بورسودان. قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى. وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي يقول يجب التعامل مع حديث حميتي بجدية، لأن وحدة السودان أمر يجب أن يتوحد حوله جميع السودانيين، وليس هنالك خلاف بين الوحدة. هذا الحديث سواء كان حديثا جادا أو كان حديثا للتهديد أو للتلويح أو للمزايدات، يجب أن نتعامل معه بجدية، لأن وحدة السودان أمر يجب أن يتوحد حوله جميع السودانيين وليس هنالك خلاف بين الوحدة. يجب أن يبقى هذا الوطن موحدا، حتى لو أردنا الاختلاف في الرأي السياسي وهذا أمر مشروع، يجب أن يكون لدينا وطن نختلف تحت مظلته. ورئيس الجالية السودانية بليبيا معتز ميرغني يؤكد وفاة 231 سوداني بدرنا الليبية، ويكشف عن خسائر مادية كبيرة للسودانيين. الموتى في درنا وحولها حوالي 231، هذا غير المفقودين، والمفقودين أعداد كبيرة من السودانيين. وفي جولتنا أيضا، أكثر من 200 أسرة لجأت إلى دولة ليبيا بسبب الأحداث في ولايات دارفور، وأوضاع مأساوية للعالقين بمدينة الكفرة الليبية. الكثير من الأسر في الكفرة محتاجة لإيواء، محتاجة لدعم، لأنهم يتخذون من المزارع، في ليبيا يتخذون أماكن للتجمعات، ويحتاجون إلى إعاشة وغيرها يعني. ونختم جولة السودان اليوم مع عضو لجنة الأطباء الشرعيين دكتورة هويدا، والتي كشفت عن أوضاع مأساوية للأطباء بالولايات. والله يتملطشنا، والله بجد يتملطشنا شديد والله العظيم. يعني حتى عشان الزول يعني يشتغل الحتة بالنسبة له وصعبة، عشان يتأغلم فيها ذاته، جارات غالية، الأطباء اليوم في نفس الحتة ذاته، المستشفيات ذات عشان تستوعب الأعداد بقت كثيرة في الأغاليم، في حاجات كثيرة والله. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. قائد الدعم السريع يحذر من تشكيل حكومة في شرق السودان، ويقول سنشرع بتكوين سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا وتكون عاصمتها الخرطوم. حميتي يقول أن محاولات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان. قوى سياسية تحذر من خطاب حميتي وتقول أن السودان متجهة نحو التقسيم، وتطالب بوضع حد للحرب عبر المفاوضات التي تحفظ وحدة السودان. القوى السودانية الوطنية الديمقراطية تتبنى إعلان أسمر لإنهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية برئاسة قائد الجيش البرهان. المفوض العام للعون الإنساني يصدر قرارا إداريا بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية. وزير الخارجية المصري يكشف عن اجتماع لآلية دول جوار السودان بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ياسر عرماني يقول أن المؤتمر الوطني تحصل من قبل على درجة الماجستير في تمزيق السودان، ويرغب الآن في الحصول على درجة الدكتوراه، ويجب التصدي له وهزيمته من كافة المواطنين.
الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي يقول تشكيل حكومة في بورت سودان يقود إلى تشكيل حكومة في الخرطوم. 400 مريض بالكلى يتلقون الغسيل بمركز الكلى بسنار والسوكي بما فيهم الوافدين من الخرطوم. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع في ليبيا. رئيس مجلس السيادة يشدد على ضرورة متابعة رصد الانتهاكات والسرقات وحالات الاغتصاب والنهب وكل الجرائم التي ارتكبتها قوات التمرد. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من أن القتال الجاري يهدد مستقبل ملايين الأطفال السودانيين. البرهان يوجه مدير الجمارك على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان انسياب الإجراءات الخاصة بالوارد خاصة المواد الغذائية والدوائية. جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع النيل الأزرق تطلق حملة لمكافحة الملاريا بمحافظة الروسيرس وذلك بمشاركة 194 متطوعا ومتطوعة. لجنة أمن ولاية الجزيرة تمنع تزويد مركبات منسوبي القوات النظامية بالوقود بمحطات الخدمة بمحلية مدني الكبرى. مدير الطوارئ القومية بقوات الدفاع المدني يتفقد عددا من الإدارات بالولايات. تراجع إنتاج السمك العربي من 500 ألف طن في العام إلى 250 ووزير الزراعة يرسي الغابات التي تتعرض للقطع الجائر في حزام السمك العربي من أم دافوك وحتى الحدود الأثيوبية. حكومة إقليم النيل الأزرق تصدر قراراً بوقف التصديق للحفلات النسائية والورش والدورات والتدريبات ابتداء من 14 من شهر 9 الجاري. دول مجلس التعاون تعرب عن قلقها أزاء تداعيات الأزمة الحالية في السودان وتطالب الطرفين بالتهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف. سلطات مطار بورت سودان تعلن عن إضافة خدمة النقل الجماعي الداخلي بالبساط إلى المطار. قوات منطقة الشجرة العسكرية والقوات الخاصة يعلنون تدمير مركبات قتالية وقتل العشرات واستلام مركبات بعد فرار البقية ويبشرون بقرب نهاية التمرد. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالتسجيل الجديد لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع في السودان أمس الخميس، والذي أكد أن قواته تسيطر على مساحات واسعة من الخرطوم وأجزاء واسعة من ولايات السودان، وشدد في كلمة مسجلة جديدة له: قواتنا ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان. وقال: البرهان وعناصر النظام البائت الهاربين من العدالة يسعون لتشكيل حكومة حرب في شرق السودان، ولن نسمح لهم بتقسيم السودان، وإذا أردنا السيطرة على الشرق سنفعل ذلك خلال يوم واحد. وشدد على أن البرهان ينتحل صفة رئيس الدولة ويلتقي قادة نظام البشير الفارين من العدالة، لافت إلى أن ما حدث في 15 أبريل هو حرب الفلول لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني الديمقراطي. نستمع إلى جانب من حديث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي في رسالته الصوتية أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال شعبنا العظيم، على امتداد ربوع الوطن، إلى جميع القوى الوطنية وأحزاب وحركات كفاء مسلح ومنظمات مجتمع مدني، إلى النساء والشباب، إلى القطاعات المهنية والعمال والمزارعين والرعاة، إلى أشابس قوات الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة الذين انحازوا لرغبة شعبنا، إليكم جميعا أتوجه بالتحية والشكر والتقدير. نترحم على ضحايا الغصف الجوي والمدفعية الثقيلة في ماير وشرق النيل وأندرمان ونيالة، ونعزي جميع أسر الضحايا، ندعو بالشفاء للجرحى. ما حدث في 15 أبريل هو حرب الفلول لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني الديمقراطي. البرهان لديه مخطط قديم يصبح رئيس ديكتاتور، وقد خطط لهذا الأمر مع الفلول. إنما بدأ الفلول الحرب
كانت تقديراتهم أنهم سيهزمون الدعم السريع في ساعات، لكن بحمد الله وتوفيقي نحن هزمناهم وأفشلنا انقلابهم، والآن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد. هو أمر أكده تقرير الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخير. برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا. إذا أردنا فسنكون اليوم في برسودان. قبل الحرب أطلق الفلول دعوات لإقامة دولة البحر والنهر، هو مشروع قديم لتقسيم السودان. وتحدث الفلول من قبل عن مثلث حمدي وتقسم السودان بالفعل لبلدين. بعد فشل الفلول في هزيمة الدعم السريع ولرغبة برهان في أن يكون رئيسا حتى ولو جزء من السودان، اجتمعوا جميعا في برسودان ما في ذلك وجهات المؤتمر الوطني والفارين من سجون العدالة، ويسعون للدعاء بأنهم سلطة شرعية. ويتجول البرهان في جولات خارجية محاولا انتحار صفة رئيس الدولة رغم أنه لا شرعية له، ويريدون إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان رغم سيطرة قواتنا على غالب السودان. وإننا لم نقوم بإعلان حكومة لأننا لسنا طلاب سلطة، ولأننا نتمسك بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا. الفلول الآن يجتمعون في برسودان ويجمعون المجموعات والمرتزقة بما يشكل مهدد لدول الجوار وأمن البحر الأحمر. نحن في الدعم السريع نؤكد للقوى الوطنية والمجتمع الدولي الأشقاء على الآتي: لا توجد منذ 25 أكتوبر حكومة شرعية في السودان، وبعد 15 أبريل حدث انهيار دستوري شامل فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع شرعيتها تماما. إن إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان واستمرار البرهان في محاولاته للدعاء شرعية زائفة سيؤدي لتقسيم السودان. البرهان لن يستطع الحفاظ على شرعيته في القيادة العامة التي هرب منها، فكيف يمكن أن يدعي شرعية حكم السودان ككل؟ إن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتوحيد السودان، ولذلك علينا عدم السماح بتكوين حكومة حرب في برسودان. قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد. نحن لا نرغب في هذا السيناريو، وهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة والثروات ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين، بل نرغب في إنهاء الحرب وعودة السلام وتوحيد السودان وإقامة حكم مدني ديمقراطي وبناء جيش مهني واحد. لقد صبرنا كثيرا على قرارات البرهان المنفردة على الرغم من عدم شرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من كان للحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية في حال استمر هذا الوضع أو قام الفلول بتشكيل حكومة. سنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة والممتدة تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بخلق عاصمة بديلة. إننا ندعو القوى السياسية والمدنية المطلعة إلى السلام والديمقراطية لتحمل مسؤوليتها والوقوف أمام محاولات تفتيت السودان. ختاما، نحن نرغب بأن تنتهي الحرب ويبقى حل سياسي سلمي، وحينها تتشكل سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد. أما الآن فإننا ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ولات الانقسام واستمرار الحرب وإفشال مخططات الفلول الشريرة، وندعو الشرفاء في القوات المسلحة على وجه التحديد لمقاومة هذا المخطط، وندعو بلدان الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي للتصدي لهذا المخطط وعدم الاقتراب بأي خطوة من هذا القبيل، سيما أن الفلول الآن يقومون اتصالا بمرتزقة تشارك في القتال الآن والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جانبه قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكيه: يجب التعامل مع حديث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي بجدية، لأن وحدة السودان أمر يجب أن يتوحد حوله جميع السودانيين وليس هنالك خلاف بين الوحدة، ويجب أن يبقى هذا الوطن موحدا حتى لو أردنا الاختلاف في الرأي السياسي، وهذا أمر مشروع، ويجب أن يكون لدينا وطن نختلف تحت مظلته. ما قلته اليوم هو تنبيه على خطورة الحديث الذي أدلى به قائد الدعم السريع، أنه بصدد تشكيل حكومة موازية حال تشكيل قائد الجيش
لحكومة في شرق السودان أو في أي مكان آخر. لا ينبغي الاستهانة بوحدة السودان. علمتنا التجربة في التعامل مع العسكريين إن السيناريوهات الأسوأ دائما تحدث. عندما نبهنا للانقلاب ودعونا الشعب للتوحد للمواجهة، كان هنالك مجموعات تسخر من هذا الحديث وقالت هذا ابتزاز للشارع من أجل الاستمرار في السلطة. لاحقا نبهنا في فبراير قبل شهرين إلى أن الحرب غادمة لا محالة في حالة الحشد المستمر، وأيضا تم تقسيم صوت الشعب بأن هذا الحديث هو ابتزاز لتمرير التسوية والهبوط الناعم وتمرير الاتفاق الإطاري، والذي لو كان قد اكتمل إلى الاتفاق الشامل لتفادينا هذه الحرب، وأي تنازلات قدمت كانت هي أخف ثمنا مما حدث للسودانيين. الآن ندخل مرحلة جديدة بهذا الحديث الخطير جدا. هذا الحديث سواء كان حديثا جادا أو كان حديثا للتهديد أو للتلويح أو للمزايدات، يجب أن نتعامل معه بجدية، لأن وحدة السودان أمر يجب أن يتوحد حوله جميع السودانيين، وليس هنالك خلاف بين الوحدة. يجب أن يبقى هذا الوطن موحدا، حتى لو أردنا الاختلاف في الرأي السياسي وهذا أمر مشروع، يجب أن يكون لدينا وطن نختلف تحت مظلته. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى جمهورية ليبيا والتي شهدت مدينة درنة شرق ليبيا يوم الأحد أعاصير وانهيار سدين، مما أدى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. للإطمئنان على أوضاع السودانيين في مدينة درنة، جولة السودان التغت رئيس الجالية السودانية بليبيا معتز ميرغني، والذي أكد وفاة 231 سوداني بدرنة الليبية وكشف عن خسائر مادية كبيرة للسودانيين. نستمع إلى حديثه لبرنامج جولة السودان. فيكم على إتحادكم وعلى إتحادكم لي هذه الفرصة، وكذلك سؤالكم عن الأوضاع الكارثية في مدينة درنة، وده يدل على اهتمامكم بأخوانكم السودانيين في دول المجر. حقيقة الوضع وضع كارثي في مدينة درنة. نسأل الله أن يتغمد كل الموتى، بإذن الله نحسبهم عند الله شهداء، كذلك جرحى، ربنا يشفي الجرحى ويعيد المفقودين بإذن الله. ولكن الوضع حتى الآن حصيلة القتلى في أول الموتى في درنة وحولها حوالي 231، ده غير المفقودين، والمفقودين أعداد كبيرة من السودانيين والجنسيات الأخرى والأشقاء في الليبيين حقيقة. والوضع سيء، يعني ممكن نقول المتضررين عددهم يتعدى 700 سوداني أو أسرة سودانية متضررين من هذه الأحداث التي حدثت نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة شرق دولة ليبيا الشقيقة. طيب الميتين ديل كلهم، يعني الإحصاءات ثبت أنهم ديل سوداني؟ 231. طيب المجهودات ناس السفارة السودانية، هل في مجهودات جاتهم مثلا لله؟ والله المجهودات الإخوة في القنصلية في المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي متابعين ومشكلين غرفة الطوارئ من الإخوة في السفارة والإخوة في الجاليات في المنطقة الشرقية، ومتابعين متابعة دقيقة جدا لصيقة ومتابعة دقيقة جدا لكل الأحداث هناك ما يخص الرعاية السودانية. طيب السلطات الليبية في بعض مناطق انه تم اجلاهم، قالوا وفرت لهم محلات للناجين ديل المساكن. اللي ما عندهم طبعا اخواننا السودانيين في مدينة درنة نفسها، المناطق اللي ما تأثرت عديد منهم استقبلوا ووزعوا المواطنين والأسر على البيوت، وجزء كبير موجود في الجالية في مقر دار الجالية في مدينة درنة. والله الأرقام أو إلا يجي زول للجالية أو للقنصلية وبيقول إنه عنده ولد وعنده قريب وعنده فلان ده كان معانا مفقود ما موجود كده. الأعداد لحد أسي ما بين 5 في البيضة، 3 في الشحات، 5 ولا 6 في درنة، ولكن طبعا المفقودين أكثر بكثير لأنه في بيوت بالكامل جرفتها السيول والفيضانات وكده.
أو احتياء بالكامل يعني. ونبقى في الجماهيرية الليبية، حيث عبرت آلاف الأسر بسبب القتال الدائر في دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى الجماهيرية الليبية، حيث كشف دكتور محمد يونس آدم من مدينة الكفر الليبية عن أوضاع مأساوية للسودانيين، وناشت المنظمات بتقديم الخدمات الإنسانية لهم. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. يلا ده أنا شخصيا لأني مقيم في الكفرة، استقبل في بيتي أكثر من 2000 في اليوم. بكل أسف الإعلام يعني ما اتجهنا واللاجئين إلى ليبيا أصلا، ما أقوم بالإعلام يعني. أسر كثيرة جدا من دارفور، من عموم دارفور لجأت إلى ليبيا، بالآلاف لجأت إلى ليبيا، وغالبية الأسر من خير يعني أسر تلقى المرأة وأولادها فقط، الأزواج يكونوا في السودان يعني، هربوا من الحرب، لجوا إلى ليبيا، مشوا طرابلس من المفوضية هناك، مفوضية شؤون اللاجئين بتاعت الأمم المتحدة، آلاف كبيرة جدا من الأسر المجتمعات. المناطق الفاتولة الآن يعني وين حسب المعلومات؟ الغالبية 90% منهم مشى طرابلس، 90% من العائلات دي مشى طرابلس، مشى المفوضية، في البعض سجل كلاجي وأخذ وتاخذ بيجو، والبعض الآخر قدموا وعيد 4 شهور ولا 5 شهور عشان يسكنوا إلى جديد، يسموا جديد هنا، وعلى دول قضية بعد ذلك ممكن يهدد إنه لاجئ ولا مش لاجئ. لكن الأسر اللي لجأت إلى ليبيا لا يقل مستوى المشى التابع. بالتقريب كم يعني حتى الآن الدخل يعني من بداية الصراع في 15 أبريل وحتى الآن يعني؟ والله غرابة 2000 أسرة تقريبا كده، حسب المعلومات اللي عندنا غريب 2000 أسرة مشت دخلت ليبيا. النقطة الثانية طبعا السلطات الليبية في مدينة الكفرة يعني رغم إنه المنظمة الإدارة الكبيرة غير الشرعية هي معنى إنه أي شخص ما يدخل لكن فعلوا لهم الإجراءات، فعلوا لهم الإجراءات للدخول إلى ليبيا يعني. تعرف دي نقطة مهمة جدا لازم نشيد فيها. إدارة الأمن الخارجي في مدينة الكفرة، إدارة الأمن الخارجي في مدينة الكفرة هي اللي سحلت إجراءات الأسر النازية اللاجئة إلى ليبيا، فمعظم إنه يدخل إلى جوا داخل العالم الليبي. الكثير من الأسر في الكفرة محتاجة لإيواء، محتاجة لدعم، لأنهم يتخذون من المزارع في ليبيا يتخذون أماكن للتجمعات، ويحتاجون إلى إعاشة وغيرها يعني. وبكل أسف لا توجد جالية سودانية في الكفرة، ولذلك هم يعني الآن في وادي مأساوي شوية اللاجئين لدبر الكفرة. الآن في سودانيين لاجئين في الكفرة، مئات الأسر في الكفرة موجودة. نعم، وأوضاعهم كيف؟ أوضاعهم مأساوية والله، يحتاجون لمأوى، يحتاجون لإعاشة، ويحتاجون ما لاقين جهة تخدمهم. والسلطات الليبية سحبت لهم إنه يدخل جوا البلد، لكن برضه هنالك من لا يملك حتى حق التذكرة إنه يدخل جوا البلد يعني. من الكفرة لبنغازي 1000 كيلو، ومن الكفرة لطرابلس 1800، في المسافات اللي هم مقصودوها يعني. والأوضاع الآن يعني بياكلوا من وين؟ بيشربوا من وين؟ والله في قطاع من السودانيين هم يقدموا لهم خدمات على المستوى الفردي يعني، وليس على مستوى الفردي كده، يقدموا لهم خدمات، حتى الليبيين يقدموا لهم خدمات فردية اللي في المزارع وهكذا. نعم. في أي رسالة دار توجهها بخصوص اللاجئين في الكفر الآن؟ والله رسالتي إنه يعني ينبغي لأخواننا السودانيين المقيمين في الكفرة هم ينظموا نفسهم ويتبنوا قضية هؤلاء اللاجئين كجالية يعني، ده وسيلة له. أستاذ بس لو ذكرت لي اسمك يعني عشان أقدر أكتب الخبر لو حبيت يعني أجيب اسمك. أنا محمد يونس عرنبار، أستاذ في جامعة بنغازي في الكفرة. ونختم جولة السودان اليوم مع دكتورة هويدة أحمد الحسن، عضو نقابة الأطباء الشرعيين، والتي كشفت عن أوضاع مأساوية للأطباء الذين نزحوا من الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة. مرحبا بك. والله اتملطشنا، والله بجد اتملطشنا شديد والله العظيم يعني، حتى عشان الزول يعني يشتغل الحتة بالنسبة له وصعبة عشان يتأغلم فيها، ذاتها جارات غالية، الناس ذاتها كثير، الأطباء تبقون في نفس الحتة ذاتها، المستشفيات ذاتها عشان تستوعب الأعداد بقت كثيرة في الأغاليم، في حاجات كثيرة والله.
ومع انه بعد ده كله يعني المستشفيات جاءت تمام مؤهله. الأوضاع الإنسانية عموما يعني بعد الحرب هل أوضاعهم تحسنت؟ هل ساءت أسوأ للأسوأ؟ هل في حاجات متوفرة بالنسبة لهم يعني في ظل إنه في بعض الناس بتعمل يعني في المستشفيات بتاخذوا الأجور؟ طبعا إحنا ما صرفنا مرتبات أصلا يعني كويس. يعني مثلا أنا موجودة في الولاية الشمالية، يعني في الولاية الشمالية دي أنا مشيت كان طوحت في المستشفى عديل إنه اشتغل في مستشفى كريمة ذاته، مستشفى كريمة ذاته كم طبيب يعني عددنا ذاته بدأ أكثر من العيانين. ثانيا يعني اشتغلت في المستشفى الصيني ده بس ده برضو العدد يعني على الأطباء كثير والعيانين ما كثيرين شديد. اشتغل يومين في الأسبوع فيها، جيت بدي تمشي الأغاليم يعني القرى اللي حوالينهم دي، يعني في غورة كده حوالينهم بمشي يعني. لكن طبعا لأنه هنا الإنسان بسيط وذاته هم عندهم قروش وكده، يعني الكشف ذاته بقروش بسيطة جدا يعني، وأكثر اتبرعنا ليهم يعني كمان أكثر كنا متبرعين يعني. أنا ما كنت قادرة ذاتي أقول لهم إنه بقروش يعني. بقوا هنا مأجرين يعني، أكثرنا مأجرين يعني، والإيجارات غالية شديد جدا جدا يعني. مختار نجينا من غير عرباتنا من غير حاجاتنا يعني. يعني في هجرة بتاع الأطباء من الخرطوم للولايات؟ معايا ما كل الأطباء لهم دول ولايات يعني. وما في أي كونتاك بين الوزارة مثلا يقول لكم أرجعوا ولا كده تعالوا الخرطوم ولا؟ أخي أدابهم قالوا دارين يدونا مرتب شهر 4 لهم زمن، أدوا ناس الاتحادية، ناس وزارة الصحة الاتحادية دون قروش مرتب شهر أبريل. بس احنا لينا زمان بيقولوا دارين الدونة مرتب شهري ابريل، ليه تبرتبوا ليه وليه سمعتم يعني سمدونا. بحديث عضو لجنة الأطباء الشرعيين دكتور هويدا أحمد الحسن عضو نقابة الأطباء الشرعيين، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.